اذا بغيت نعطيكم ما غوسه ديال البيشاميل والتقنيات باش تجعلوها تكون دائما مزيانه. دوك نبداو بالمقادير. اييه تفضل. الوغ 70 غرام ديال الزبده كنسخنوا شويه الزبده وكنزيدوا عليها 70 غرام ديال الطحين وكنزيدوا في دقه واحده وما استعملوش مقله، ديروها في كاسرونه. خليكم ديرها ديما في مكرونه حيت لاحظت بلا شي وحدين كيديروا البيشاميل في المقله، ما خاصها تكون في كاسرونه. حيت من بعد هكا تسخن شويه تذوب الزبده كديرها كتخليها تطيب شويه كتسابيل ان غو. التقنيه لا التقنيه سابيل فيغ ان غو، سيدي كل الطحين خاصو يبدا كيتخلط مزيان مع الزبده. ديك الساعات كنزيدوا ايترو ديال الحليب، ايترو ديال الحليب حتى هو كنبدا كنخلطوه مزيان 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 قبل ما قبل ما سميتو يغلي خاص نديرو شويه الملحه، وانا كنسمو بالكوزه دائما الكوزه لون مسكات ولا وديروها مزيان ما تخافوش نديروها مزيان. اذا فواحد النصيحه بالنسبه للبيشاميل، فاش كت واحد الوقيته لا فارين صافي هتشرب هذاك الماء الحليب ياك. اذا هذيك الوقيته ولا بدا اللي مهم بزاف هو انكم تخليو البيشاميل بقى كطيب واحد 4 ولا 5 دقائق باش المذاق ديال الطحين ما يبقاش في البيشاميل. هذه هذا مهمه بزاف بزاف. كاين بزاف ديال التساؤلات اللي كيجيو على اساس انه اما كتحس انه مصايبه البيشاميل صدقات ليها ولكن ما فات حتى شي مذاق، يعني ما فات شي بنه ولا غالبه عليها داك المذاق ديال الطحين كيف ما قلتي. وي خاصها تخرجها من العافيه ديك الساعات تزيد تحرك تخرجها من العافيه باش وتحركها باش ما يبقاش لي غرومو كيفاش كنسموها هذوك الكويرات ما يبقاوش. هذيك هكا هكا تحس بها بلي بدات تشرب الحليب، خرجيها من المقله حركيها مزيان عاد رجعيها طيب هكذاك واحد 4 5 دقائق. يعني هذه من بين الملاحظات المهمه باش تسقينا البيشاميل، ماشي غير مقادير ولكن حتى الطريقه التقنيه هي هذه مهمه بزاف. ولا بيشاميل يمكن لك تستعملوها بون كيتسمى في لي غراتان، كنستعملوها في بزاف ديال في نصبوا بها لي كروكيت، يمكن لكم كاع تخلطوها مع لا بوري ديال البطاطا. هي كتجي بنينه كتجي معينكم بالك تقليها الدراري كيحماقوا على هذه التقنيه على هذه الوصفه هذه. بزاف الحوايج